حضرتك من خلال خبرتك في التعامل مع الشباب، شايف الشباب المصري جاهز بنسبة كام في المية انه يدير مشروعه بنفسه؟ الشباب المصري من احسن عقود موجودة في العالم، فاهم ازاي؟ بس فيه بعض متكاسل، تمام، البعض متكاسل والبعض محتاج بعض خبره. المنظومه التعليميه في مصر مش جيده بالشكل المطلوب، بتطلع مخرجات من المنظومه التعليميه ليست جيده، محتاجه ثقل من حيث التعليم الاداري والتعليم التسويقي والتعليم المالي كل شبه ذلك. احنا بنقول للشباب المصري في الخير، يا رب يتفاعل معانا وان شاء الله يقدم مشاريع قويه. شايف النجاح دلوقتي، معظم الشركات الموجوده في مصر معظمها شباب، فاهم ازاي؟ وقدموا نجاح، وده دليل ان احنا وشركات سمارت معظمها كل اللي فيها شباب. الشركات الموجوده في مصر كل معظمها شباب. اهم نقطه سلبيه عند الشاب المصري وهو بيدير مشروعه الكسل، قله المعرفه، ضعف الخبره، البيروقراطيه الحكوميه. ده اللي بيعطل الشباب. البيروقراطيه الحكوميه من اهم الحاجات اللي بتعطل الشباب، فاهم ازاي؟ بالاضافه الى كسل بعض الشباب. نقطتين يعني، في جانب على الدوله وجانب على الحكومه، فاهم ازاي؟ الجانب الاول ان الشباب، في شباب عندهم كسل وفيهم مشكله كبيره جدا، والجانب الثاني البيروقراطيه الحكوميه والوساطه والمحسوبيه. ايه علاقه الوساطه بان انا بعمل مشروع بنفسي؟ الوساطه في القصه، في مشروعات الحكوميه انت تدخل تاخد مشروع من الحكومه، فلازم يكون عندك واسطه، ان مشاريع الحكومه هي اللي تعمل طفرات كبيره جدا في الشركات الصغيره. لان عندك شركه صغيره تكبر تاخد مناقصه حكوميه او تاخد مشابه ذلك من المناقصات الحكوميه. انت لو شركه صغيره الحكومه تثق فيك وتديك، يقول لك لا اديني سابقه اعمال 5 سنين، اديني 5 ميزانيات، اديني حاجات كويسه جدا. وممكن واحد تاني ما عندوش حاجه من دي، قريب حد معين ياخد حاجه زي دي. الف شكر حضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا.